في الحقيقه. طب خلينا نروح نشوف تصريحات للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي قبل هذه المباراه ونرجع مره ثانيه. يلا بينا مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان تغطيه كواليس بعثه اقامه بعث فريق النادي الاهلي هنا بزيمبابوي استعداد لمواجهه فريق بلاتينيوم. معي في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي. كابتن سيد عايزين من خلال حضراتكم خلال قناه النادي الاهلي نطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله واستعداد لاعبي النادي الاهلي لمباراه بلاتينيوم. الحمد لله يمكن جينا طبعا من امبارح واحنا وانا وكنت سيب سباقنا الفرقه بيوم يعني الحمد لله الترتيبات الى حد كبير كده جدا كويسه يبقى توفيق ربنا ان شاء الله الرحمن عارفين اهميه المباراه وصعوبتها وخصوصا في الحسابات الثلاثيه ما بيننا وما بين النجم والهلال ان شاء الله الرحمن نكون موفقين ونرجع بالنتيجه الايجابيه اللي احنا جينا عليها ان شاء الله. كابتن سيد من القرارات الحكيمه اللي دايما المعتاده من حضرتك من الكابتن سمير عدلي اختيار هراري لاقامه فريق النادي الاهلي لمده يومين قبل التوجه الى بولوايو اعتقد من القرارات المهمه والحكيمه اللي تفرق مع فريق النادي الاهلي. بص يمكن طبعا بعد المسافه اللي ما بيننا وما بين يعني بلاتونيوم او المعقل او الاستاد اللي هيتلعب عليه اللقاء يعني ما فيش ملاعب هناك ممكن للتدريب بشكل كافي. ثانيا ان في طياره خاصه يعني مجهزينها هم فريق بلاتونيوم وهم برضو الحقيقه كانوا تعاونهم جيد جدا جدا فبالتالي كان من الافضل ان انت تقعد هنا كاقامه وكاستاد وارضيه وهنروح هناك الصبح ان شاء الله الرحمن بالطياره لهناك ان شاء الله نتمرن على ملعب اللقاء ونخوض اللقاء يوم السبت باذن الله ونرجع تاني هراري. كل اللي اقوله ان هي مباراه في منتهى الاهميه ومباراه في منتهى الصعوبه علينا ان احنا نكون مركزين جدا جدا فيها علينا ان شاء الله ان احنا نتعامل بكل الحذر والجديه والاهتمام والاصرار ان شاء الله نرجع بنتيجه الايجابيه ان شاء الله. النادي الاهلي بيملك الكثير من الخبرات في التعامل مع الاجواء الافريقيه والملاعب الافريقيه كم كبير جدا من الخبرات النادي الاهلي بيفرق معاه في مباراه زي مباراه بلاتينيوم. بالتاكيد يعني زي ما قلت اللي بيلعب في افريقيا بيبقى مهيئ لنفسه او مستعد لكل الاجواء سواء كانت سلبيه او ايجابيه يعني لان انت بتلعب مش عارف فندق اللقاء مش عارف فندق الاقامه اسف مش عارف ارضيه اللقاء مش عارف المناخ مش عارف حاجات كثيره طبيعه الجمهور الاستاد ايا كان يعني فانت لازم تكون مهيئ لكده يعني لازم يبقى في امور ايجابيه وطاقه ايجابيه تنتشر ما بين اللعيبه ما فيش الامور السلبيه اللي هي درجه الحراره والفندق والاقامه والاستاد ووسائل الانتقال كل ده بيبقى اجواء سلبيه انت جاي لهدف معين ان شاء الله الرحمن نحققه ونرجع بيه باذن الله. اطمن حضرتك على مروان محسن واطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله مروان ما فيهوش مشكله نزل من امبارح وان شاء الله الرحمن يبقى الامور كلها كويسه باذن الله. شكرا سيد بنشكر حضرتك وبالتوفيق للنادي الاهلي. تابعوا مشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي ده كان لقائنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي عقب نهايه مران فريق النادي الاهلي على الاستاد الوطني بزيمبابوي. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي هنكون مستمرين مع حضراتكم نتابع كل كافه كل الكواليس كل اخبار بعثه النادي الاهلي هنا بزيمبابوي.